العب الى الامام الحارس عامر شفيع من جروب ريتلي عامر شفيع الكره السابقه طبعا المنتخب الوطني هنا المحاوله والهدف الاول اذا الهدف الاول بصوره لا تصدق من الخيال من الخيال روعه جمال اتقان ابداع شيء لا يصدق الكره الجميله لمنتخبنا الوطني الاردني قبلها كانت من جروب ريت لعامر شفيع وبعدها كانت من عامر شفيع لجروب ريت الصوره الجميله التي لا اتصور ان تعود الصوره الاروع وهدف اول لمنتخبنا الوطني يعلن من خلاله الفرحه لحظه الاعاده وعامر شفيع ناب عن الجميع ناب عن الجميع وهدف من اجمل الاهداف من اروع الاهداف من الحارس للحارس نادرا ما يحدث نادرا ما يحدث اذا الروعه